اعطوني للكابتن حبيب خليه يشوف التيكت. هاك يا استاذ عادل ما راضي. شجعت اليمن اليوم؟ شجعته والله. شو هتفت؟ شو قلت؟ قلت على ضربه الجزاء. ها؟ ما بيها ما بيها. ما بيها. انا ما سمعت تقول بالروح بالدم نفديك يا يمن، ما سمعته. لا عم قلنا انا صح بالروح بالدم نفديك يا عراق. قل له مبروك. هو يقول يمن. شوف شوف يا كابتن، احنا شجعنا. شوف يا كابتن، انا لبست العلم العراقي وانا اعطيت دشيت لك الصور، قلت وصرخت وصيحت وصحت. مو احنا ما نريد اخواننا العمانيين يزعلون. لا والله زعلانين. ما زعلانين، زعلانين بعد عادك انت. اخوانك العماني ما يزعلون. احنا ما نريد يعني احنا ليش ما تشجعونا واحنا نشجعكم؟ جزاء وين ذبه؟ ذبه فوق الساعه هاي من ورا حساب كابتن حبيب. كابتن يونس مول هو شاف المباراه في اي ذبه. ما انا ما عندي مثلا عماني يلعب ويا استراليا، اشجع استراليا؟ اكيد اشجع عمان. تشجع الهند بس استراليا عمان واليمن يلعبون نتيجتهم يعني زين. انا ما اختلفت انهم تشجع اللي عقبه. لا بس انا قلت امس يا كابتن يا لا بس انا مختلف لو سمحت لي. انا مختلف مع واحد. نعم حبيب. ليش؟ صح لانه ظفراوي لاعب نادي ظفار. العماني ما يصير يا جماعه لعبت بعمان. يعني علي سالم بعد كيف؟ علي سالم الابرك ايش بيقول الحضري؟ بيقولش والله انا مع حبيب. لا لا احنا ان شاء الله كل الجماهير على قدر المسؤولية وعلى مسافة واحدة من جميع المنتخبات، كلهم اعزائنا واخوتنا. صحيح. ونحبهم ونشجعهم جميعا. مو هيك كابتن حبيب؟ هو بس انا مسافه واحده علي. يا كابتن مسافه علي. واحده ما بانت مسافه واحده. لا مسافه واحدة. وين مسافه واحده وانت شجعت اليمن ضد عمان؟ صح ولا لا؟ انا امس قلت لا ما كانت مسافه. امس قلت لكم ليش انا واليمن يطلبنا دين يا لا لحظه. انا ليش قلت لكم انا ليش امس انا طلبت الجمهور العراقي؟ يعني انت سويت مناشده. طلبت اخو مناشده. احنا في حصار، جمهورنا ما قادر يوصل. صحيح. الاخوه بقيه الاخوه المنتخبات، لا الجمهور العماني لاكثر من بين الجماهير الخليجيه. ما تحتاجون انتوا كابتن. ما عندهم اي عذر انهم يوصلوا ويحضروا. احنا اعذارنا كثيره، حصار موجود، مرتبات مقطوعه، الناس حالتهم نكد. الله يفرجها علينا ان شاء الله قريب. لكن لما اقول للجمهور العراقي انا بقول لاخواني لاهلي لابائي لامهاتي، انتم لما تحضروا بتفرحونا، بتفرحوا الشعب اليمني. لما نسمع في الملعب حيوا اليماني حيوا المباراه القادمه معاكم مع المنتخب العراقي، شجعونا وشجعوكم ان شاء الله. شجعوكم. هاي مساله ترى منتهي منها. اكيد اكيد نشجعكم حتى ضد المنتخب العراقي. جمهور العراق راح يشجعكم. بس نسمع صوت. احنا ودنا نسمع صوتكم في الملعب، تذكروا اسم اليمن.